محمد الشناوي كان فيه كثير من الهمهمات ونسميها همهمات حواليه وحوالين تركيزه وحوالين مستواه، ويمكن الشخصية القوية لمحمد الشناوي هي اللي ردت النهاردة. وأنا بحب اللاعب ده، لاعب التحديات اللي في كل مرة أنت تيجي تحط ضغوط وتقول محمد الشناوي ممكن يبعد، تلاقيه بيقرب وبيقرب أكتر من أي وقت قبل كده. وده العظيم لمحمد الشناوي اللي النهاردة في رأيي هو السبب الرئيسي في أن النتيجة لا تخرج بأكثر من 1-0. لعب المباراة كاملة، حصل عليه 6 تصويبات اون تارجت، تصدى لخمسة منهم. التصديات الفائقة أو التصديات اللي كان احتمالية دخولها للمرمى كبيرة كانت 2. كمان عندنا تمريراته، وده متعلق بالبيلد اب بتاع الهجمة، دقتها 83%. ويمكن عرضية محمد الشناوي خرج عليها خروج ناجح، وغير كده أغلب الأكشنز بتاعته داخل المباراة وأغلب القرارات والتصرفات كانت صحيحة وسليمة بشكل كبير جدا. ده محمد الشناوي اللي كان نقطة مهمة جدا النهاردة، وكان نقطة مهمة كمان انه بيرجع نفسه وبيفوق نفسه في وقت زي ده. وزي ما بقول بيرجع نفسه ليه؟ لان مش حالة الفريق الكبيرة في مباراة كبيرة هي اللي شدته ان هو يبقى كويس، لا، ده حالة محمد الشناوي في مباراة الفريق كله فيها خارج فورمته هي اللي خلته يبقى كويس، وده شيء مهم جدا. عشان كده تمام، اتفضل. لا قول في حته الشناوي عشان كنت هروح لحاجه ثانيه. طب لا، قبل ما تروح لحاجه ثانيه، الشناوي مهم جدا. احنا ليه بيكون الشناوي مميز؟ لان الشناوي بيتصدى للكرات اللي لو دخلت مرمى اي حارس محدش يقدر يلوم حارس المرمى عليها. صحيح. فبالتالي انا معتاد ان الشناوي في اوقات صعبه، وتاريخ الشناوي منذ لعب اساسي للنادي الاهلي وهو بيجي في اللقطات الصعبه بلاقيه موجود يحافظ لي على اما نظافه الشباك وانا متعادل فتقدر تتقدم، او انه زي ما حصل في مباراه بيراميدز والانفراد اللي شاله من مهاجم بيراميدز واضح جدا وصريح والنتيجه 1-0، فحافظ لك على فرصه افضليتك ب 1-0 فجبت 2 و3. فهو ده اللي بيفرق مع محمد الشناوي. البعض حاول ياخد محمد الشناوي لسكه حراس مرمى اخرين، حراس مرمى اخرين كان التألق عندهم مجرد استثناء ربما في بطوله مجمعه، ولكن ان انا احط محمد الشناوي واساوي بين اخطاء محمد الشناوي واخطاء واضحه لحراس اخرين، انا كنت من وجهه نظري ده بياخد من محمد الشناوي. محمد الشناوي الاسبوع ده او الاسبوع الماضي مباراه بيراميدز تحديدا، مباراه سان داونز، بيوصل رساله ان انا ممكن اكون مش في حالتي فعلا، بس حتى وانا مش في حالتي انا اعلى من اقرب بديل ليا متواجد في مركز حراسه المرمى، مع كامل الاحترام لكل حراس مرمى مصر بالتاكيد. ولكن النهارده الشناوي اكد على ده. مباراه فاركو كان شايل واحده صعبه جدا، واكيد حضراتكم تتذكروها، اللي نزل لها على الارض بنفس الطول ومسافه قريبه وتصويبه متقنه شالها. مباراه بيراميدز حافظ لك والنتيجه 1-0، الانفراد لو كان دخل الغلطه اللي غلطها علي معلول ولعبها مهاجم بيراميدز وشالها في انفراد واضح لو كانت دخلت ما كانش حد هيقدر يلومه طبعا لقاي. النهارده نفس القصه في كورتين كانوا ممكن يصعبوا الامور على النادي الاهلي والنتيجه تصبح 2-3 في كورتين منهم انفراد واضح، والكره الاولى اللي شالها ايضا وان كان فيها تسلل 100% وان كان حامل الرايه ما منحش التسلل. فهي دي قيمه الشناوي واستعاده الشناوي لقيمته اللي هي مختلفه عن اي حارس مرمى. اللي احنا دايما بننتظره من الشناوي ان ما ينفعش الكور الصعبه تدخل في الشناوي، لان منتظرين ان الشناوي حتى الصعب يكون ليه دور فيه، والنهارده كان دوره مهم جدا في الحفاظ على النتيجه بالشكل ده في ظل حاله من وجهه نظري هي الأسوأ للاعبي النادي الاهلي خلال الموسم بالكامل. هي ببساطه الشناوي بينقذ اللي انت لا تنتظر من حارس اخر ان هو ينقذه. بالظبط. وده عشاننا في الشناوي، يعني يمكن حتى ناس كتير جدا عارفه رحلتنا مع الشناوي، ويمكن من وقت ظهور الشناوي في النادي الاهلي وانتدابه للنادي الاهلي انا كنت عندي ثقه تامه فيه. وجزء مهم جدا كان في الفتره الاخيره، لا انا كنت شايف ان الشناوي لازم يقرص على نفسه شويه، فكان الكلام اول مره نشوفك انت شايف الشناوي عنده شيء سلبي، لان هو ده، هي دي الفكره، ان لان الشناوي هو بيعمل طول الوقت الاستثنائي، فلو بطل يعمل الاستثنائي لا لازم تنتظر منه انه يرجع ليه، وده اللي عمله الشناوي.